بكم مشاهدينا الكرام في استوديو الآن. شهدت رومانيا أعمال القمة الأوروبية غير الرسمية على مستوى الدول 28 في محاولة لإعطاء دفعة جديدة للمشروع الأوروبي قبل الاستحقاق الانتخابي المقرر ما بين 23 و 26 من الشهر الحالي. يعمل الأوروبيون على التحضير لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رغم تعثر هذا الملف، حيث يدور النقاش حول طرق تعزيز الدور الأوروبي على الساحة الدولية. وأعلن زعماء الاتحاد الأوروبي عقد قمة خاصة في 28 من مايو الجاري، أي بعد يومين من انتهاء انتخابات البرلمان الأوروبي، من شأنها أن تمهد الطريق لتغيير كبار قادة التكتل. معنا اليوم في هذه الفقرة من استوديو الآن للحديث بمزيد من التفاصيل عن القمة الأوروبية الغير رسمية الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية شريف سمير، مساعد رئيس تحرير بجريدة الأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهمية هذه القمة في رأي حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القمة تعد مرحلة مفصلية وحساسة جدا في تاريخ الاتحاد الأوروبي، لأن هناك على جدول الأعمال سلسلة من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى حل وتحتاج إلى سرعة إنجاز، على رأسها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق وشبح ذلك وأثاره المترتبة على التكتل. ملفات أخرى مثل الهجرة، ملفات خاصة بالحدود والدفاع، ملفات خاصة بكيفية الحفاظ على وحدة الصف الأوروبي أمام العديد من التحديات وفي مقدمتها الإرهاب الذي أصبح مخترقا لدول أوروبا، بالإضافة إلى أن يكون هناك إعادة تشكيل بعض المؤسسات والمناصب العليا في أوروبا زي مثل البنك المركزي والبرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية. هذه مجموعة من الملفات سيتم طرحها، والقمة غير الرسمية في رومانيا هي ممهدة للقمة التي ستعقد خلال أسابيع قليلة كده للاستفادة منها أو التمهيد لبعض هذه الملفات أو محاولة طرح رؤية أو أرضية مشتركة يتم الاتفاق عليها لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة. طيب، الحقيقة أنه المعلن في وسائل الإعلام والمعلن من هذه القمة أنه سيتم التحضير لوثيقة، الوثيقة دي هتتضمن عدد من النقاط أو هيركزوا فيها على عدد من النقاط. من أهم هذه النقاط مسألة التغير المناخي، أو يعني ده يعتبر من أهم التحديات اللي بتواجه الدول الأوروبية. حضرتك بتشوف التحدي ده ازاي، وازاي ممكن الدول الأوروبية يعني تتوحد فيه، خصوصا انه كان لترامب انسحاب من اتفاقية مهمة جدا بخصوص التغير المناخي؟ طبعا في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدثت سلسلة من الانسحابات من بعض الاتفاقيات الدولية، هذا استفز جدا الجانب الأوروبي فحاول ان هو يكون له مواقف محددة. على رأس هؤلاء القادة كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. صحيح. عنده استراتيجية معينة للمناخ من خلال اقتراحات بي خاصة بإنشاء مصرف خاص للمناخ، أن يكون هناك يحاول أن هو عنده مبدأ أو عنده اقتراح معين بخفض الكربون لحد 2050، محاولة أن هو يكون هناك مواجهة للتغيرات المناخية التي تحدث. هذا الملف قد يكون مهم جدا في المرحلة القادمة على أساس أنه هو حيوحد الدول الأوروبية أمام تحديات كبيرة جدا فيما يتعلق بالمناخ، ويعطي رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن أوروبا لا تعتمد على الولايات المتحدة أو لا تراهن عليها في مواجهة هذا الملف، وهي قادرة على اتخاذ بعض الإجراءات، لكن هذا مشروط بأن يكون هناك اقتراحات محددة سيتم طرحها في القمة المقبلة لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي، هي مجرد رؤية أو مجرد اقتراحات لحد هذه اللحظة. مقارنة بملفات أخرى يتم التركيز عليها بشكل أكبر، ولكن فكرة التغير المناخي هو هدفها الأساسي أن هناك بعض المشاكل التي تعاني منها الدول الأوروبية، المشاكل تتعلق بالمناخ أو متعلق بالتغير الحراري، وهذا يقتضي أن يكون هناك صيغة معينة بين دول أوروبا لكيفية مواجهة هذا الملف، لكن لم يتم الاتفاق عليها حتى هذه اللحظة، هي مجرد اقتراحات لا أكثر ولا أقل. هي المسألة أنه هو تحدي فقط بيواجه الدول الأوروبية، احنا عشان كده بنتكلم فيه. في بعض التحديات الأخرى منها تحسين الوضع الاقتصادي للدول الأوروبية. الوضع الاقتصادي في الدول الأوروبية ربما شهد يعني بعض التعثر في الفترات الماضية. عندنا دولة زي فرنسا من أهم دول الاتحاد الأوروبي، دولة واجهت صعوبات
صعوبات واجهت عدد كبير من الاحتجاجات او حركه احتجاجيه استمرت لفتره طويله وما زالت يعني تبعاتها. خروج طبعا بريطانيا مؤثر بشكل كبير. مساله تحسين الوضع الاقتصادي هتكون من الاولويات، حضرتك في رايك ازاي ممكن الزعماء الاوروبيين يتوصلوا لاتفاق او اتفاقات بشان الوضع الاقتصادي؟ غالبا الكيانات الدوليه بتبقى وخصوصا لو كانت على قدر كبير من التنظيم والهيكله زي الاتحاد الاوروبي بيحاول ان هو يتم فيه تنشيط للاتفاقيات التجاريه بين الدول، يحاول ان هو يكون فيه اعتماد من الدول يعني الدول الاعضاء اللي هي بيبلغ حوالي 27 دوله في الاتحاد الاوروبي، يبقى فيه استثمارات متبادله بين الدول، يكون فيه تنشيط للسوق الاوروبيه المشتركه، هيكون فيه اعتماد اكبر على ان يكون دول اوروبا لا تستطيع ان تنفرد بقرارها او تستقل اقتصاديا عن الاتحاد الاوروبي. مع الاسف الشديد في زي ما حضرتك اشرتي في حركه اهتزاز في الاقتصاد العالمي بتنعكس على الاقتصاد الاوروبي بشكل كبير. ما تعاني منه الان فرنسا تحديدا وبريطانيا هو ده يعني صوره مجسمه لاوضاع اوروبا في الاتحاد الاوروبي. مع الاسف الشديد طبعا كان طبعا حدث نوع من انواع التراجع في الاقتصاد البريطاني، الاقتصاد البريطاني كان يمثل حوالي خامس اقتصاد في العالم. بعد مشروع الانسحاب مشروع البريكست والانسحاب والخروج من الاتحاد الاوروبي بلا اتفاق تراجع مستوى بريطانيا الى المركز السابع وحصل اهتزاز اكبر وحصل هناك ارتفاع في معدل البطاله. بالاضافه لده انعكس برضو على انخفاض في انتاج السيارات والتصنيع، وهو دوت كان الشبح اللي بيهدد بانهيار حكومه رئيسه الوزراء البريطانيه تريزا ماي. قيس حضرتك على كده هناك فكره الانسحاب من اوروبا ابتدت تشجع دول اخرى على التفكير في هذا الاتجاه. ويمكن ده التخوف السائد دلوقتي، يعني المانيا وفرنسا متخوفين جدا من هذه المساله، فكره انهيار التكتل وعدم وجود القوه بتاع زمان بتاعه الاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا. ده بيجسد طبعا ان في شروخ حدثت في البيت الاوروبي من الداخل، ولابد ان يكون هناك فرصه سريعه لاعاده ترميمها، لان فعلا بريطانيا بعد ما حدث الاستفتاء الشعبي على الخروج حدث ان ده كان في مخاوف بان الاقتصاد البريطاني سيهتز، علشان كده مجلس العموم البريطاني صارع برفض الاتفاق. وطبعا بريطانيا بتسعى ان هذا الاتفاق يتم تأجيله على الاقل الى شهر اكتوبر المقبل على اساس ان يكون في فرصة اكبر لتمريره. طبعا ده زود المخاوف داخل الاتحاد الاوروبي في ان فعلا في دول اخرى ابتدت تنظر الى الموضوع، هل فعلا ممكن نفكر في الانسحاب؟ لكن مع الاسف الشديد في حاجه فعلا اتفق عليها المراقبون في الاونه الاخيره، ان الاقتصاد البريطاني سيهتز تماما في حاله الانسحاب والخروج من الاتحاد الاوروبي، في حاله ان مشروع البريكس ده اصبح حقيقه ملموسه، لان الاقتصاد البريطاني معتمد على الشراكة التجارية مع أوروبا ومعتمد في جوهره على الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. فكون ان هو يهتز بالشكل ده، ده معناه ان الدول الأخرى ستتجنب هذا الخطر يوما ما. طبعا هي في حاجة اسمها تأجيل الكارثة او انها ما تحصلش في الوقت الراهن، فهو ده اللي بتعتمد عليه بريطانيا. الاتحاد الأوروبي الآن مطالب بان هو يعيد ترتيب أوراقه من الداخل من خلال فعلا تحسين الأوضاع الاقتصادية. مع الأسف مشروع الاتحاد الأوروبي أصبح هناك مخاوف بأنه تحول إلى مشروع النخبة وليس مشروع المواطنين. أصبح الأثرياء ورجال الأعمال هم المستفيدين من الاتحاد الأوروبي ومن الاتفاقيات التجارية، في حين أن ده لا ينعكس على تحسن أحوال المعيشة والمواطن العادي. وفي مخاوف تانية بتقول ان في خسائر سيتكبدها الاقتصاد البريطاني قد تصل الى 100 مليار جنيه استرليني سنويا. وانخفاض النمو الاقتصادي ده طبعا بيؤدي الى ان مشروع البريكست قد يكون مشروع اشبه يعني شبح يهدد بانهيار البيت الاوروبي، وسيؤدي الى مخاوف وسيؤدي كمان الى نوع من انواع الانقسام داخل الاتحاد الاوروبي.
عشان كده بتقف امامه بقوه دول مهمه زي المانيا وفرنسا. مساله خروج بريطانيا دي مساله اصلا موجوده في القمه او طرحت يعني، وهي الحقيقه ان هي بتبقى موجوده في اي لقاء اوروبي يعني. الاوروبيين عليهم ايه، او الزعماء الاوروبيين في الدول الاخرى طبعا بخلاف بريطانيا عليهم ايه في الفتره القادمه لتفادي خطر او مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اذا ما تم تمرير فعلا الاتفاق وتنفيذه في اكتوبر المقبل؟ طبعا لازم ان تلجا الكتله الاوروبيه الى ان يكون هناك تسهيلات للاستثمارات في بريطانيا. لابد ان يكون هناك اعتماد على اتفاقيات تجاريه نشيطه جدا بين لندن وبين كتله الاتحاد الاوروبي. لابد ان يكون هناك اتفاقيات موقعه او يكون هناك حركه تجاريه واسعه وشامله داخل الاتحاد الاوروبي، لان طبعا الاتحاد الاوروبي كان متفوق وكان متميز بان هو فعلا في نشاط وفي رواج في السوق الاوروبيه المشتركه. بالاضافه لحاجه مهمه جدا، بريطانيا ابتدت تلجا الى دول اخرى في بناء اقتصادها، وتلجا الى اتفاقيات وشراكه من نوع اخر مع دول زي الصين وزي قد تمتد اذرعها الى افريقيا بعد ما حدث من التفات النظر ابتدى يتجه والانظار كلها ابتدت تتجه الى القاره السمراء بكل كنوزها وكل ثرواتها. فانا اعتقد جدا ان من الذكاء والحكمه الاوروبيه ان يكون هناك سرعه تمرير اتفاقيات وسرعه يكون هناك تبادل للاستثمارات بين اوروبا وبين الدول الاعضاء. مش بس بريطانيا، لابد ان يكون هناك تنشيط لهذه الحركه مع الدول الاخرى حتى لا تفكر مجرد التفكير فانها تستلهم من الفكره البريطانيه نفس المشروع فتضطر الى الانسحاب، وده يؤدي الى انهيار الاتحاد الاوروبي بشكل عام. الانتخابات الخاصة بالبرلمان الأوروبي لو حضرتك تكلمنا أكتر عنها، وخصوصا أنه بريطانيا أعلنت أنها ستشارك في هذه الانتخابات. وطبعا في موجة سائدة جدا في الحكومات الأوروبية أن اليمين المتطرف هو المقترب جدا من السلطة، وبالتالي أنا أتوقع أن يكون في سيطرة أكبر لهذا اليمين على انتخابات البرلمان الأوروبي، سواء من خلال المجلس الأوروبي أو البنك المركزي أو الممثلة الخارجية أو ممثلة العليا للسياسة الخارجية. طبعا جرت العادة في مثل هذه الانتخابات أو فكرة أنك تكون في استقرار على المناصب الحساسة في هذه التكتلات الكبرى أن يبقى في أسماء مطروحة، والأسماء المطروحة ديت هل هي فعلا هتبقى مؤثرة على صنع القرار في أوروبا ولا لا؟ مع الأسف في قاعدة يعني منتشرة جدا أن يكون هناك ثقة أكبر في أن صقور اليمين المتشدد أو المتطرف هي اللي تصل إلى السلطة وهي اللي تشكل مؤسسات وكيانات الاتحاد الأوروبي في المرحلة اللاحقة، على اعتبار أن ده سيساعد على مواجهة الإرهاب والحد من خطورة بعض الخلايا او بعض الجماعات التي ابتدت تنتشر في اوروبا وتنشر فيها مظاهر القلق وعدم الاستقرار السياسي او الامني. انا اتصور ان الاتحاد الاوروبي سيكون مركزا في الفتره المقبله على طبيعه هذه الكيانات وطبيعه الاشخاص اللي ممكن يقودوا الاتحاد في المرحله المقبله. ده هيتوقف على ما سيتم الاتفاق عليه في القمة الرسمية القادمة. ما نقدرش نقول ان المرحلة يعني الانتخابات البرلمانية او المجلس البرلماني الاوروبي سيكون اكتر الكفة الارجح فيه او السيناريوهات المحتملة متوقفة على طبيعة الحكومات نفسها او طبيعة الاشخاص اللي هيتم طرحهم لتشكيل قيادات اوروبا. فانا اتصور ان هيكون في اعتماد كبير جدا على ما يحدث في إيطاليا وما يحدث في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحديدا، وبريطانيا هتحاول تطرح باسمها ويبقى في ناس يعني تبقى في ضمن هذه القيادات علشان ممكن يكون في مساومة سياسية على مشروع البريكست والخروج من الاتحاد الأوروبي. في انقسامات داخل الاتحاد الاوروبي بخصوص يعني عدد من القضايا، يعني الزعماء الاوروبيين بيختلفوا في وجهات النظر في بعض القضايا، لو حضرتك يعني ايه ابرز هذه القضايا او ايه ابرز الملفات اللي ما فيش اتفاق واضح عليها من الاتحاد الاوروبي؟
هو اكبر ملف طبعا ملف الهجره غير الشرعيه، لان في دول محتضنه جدا لفكره صحيح. اللاجئين زي المانيا، زي المانيا طبعا، زي المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل، لانها كانت بتتبنى سياسه الباب المفتوح، لانها كانت مقتنعه بان اندماج اللاجئين في المجتمع الاوروبي ممكن ان يكون سلاح وجناح قوي جدا في اقامه اقتصادها بدل من طردهم ورفضهم. في المقابل هناك طبعا موقف متشدد من رئيس وزراء المجر أوربيكان، وفي طبعا في رفض من بعض الدول الاخرى اللي هي شايفه ان فتح او احتضان اللاجئين سيؤدي الى اختراق الارهاب بصوره اكبر، سينعكس هذا ايضا على انخفاض النمو الاقتصادي او انخفاض او تاثر سوق العمل في ظل استيعاب هذه الاعداد الهائله من اللاجئين. هذا الانقسام بين دول اوروبا يجعل هذا الملف دائما موضع جدل، وليس من السهوله ان نصل فيه الى تسويه حقيقيه. فاعتقد ان هو هيبقى ملف مفتوح، ويحاول ان هو يحاول يوصلوا الى تسويات او الى تبادل وجهات النظر والرؤى، لعل وعسى ان هو يصل الى نتيجه، بس انا اعتقد ان ده هيستغرق وقت طويل جدا وهيحتاج الى تنازلات من كل طرف. يمكن ملف الهجره غير الشرعيه ده ملف يعني مرتبط بقضايا اخرى في منطقه الشرق الاوسط. ايضا في خلافات في البيت الاوروبي حولها، يعني احنا لو بصينا للوضع في ليبيا هنلاقي انه في اختلافات وانقسامات ما بين وجهات النظر الاوروبيه تجاه الازمه زي ازمه ليبيا، وفي نفس الوقت هي دوله مصدره للاجئين. فهل تعتقد انه ممكن يتم النظر او اعاده النظر في بعض قضايا منطقه الشرق الاوسط المتعلقه بالملف الرئيسي اللي هو الهجره غير الشرعيه؟ هو طبعا ولا دي حسابات اخرى؟ لا طبعا، هي طبعا بتبقى لا، في عالم السياسه الحسابات والخيوط كلها متشابكه ومعقده، لدرجه انها ممكن على فكره يعني حسابات السياسه الخارجيه بترتبط برضو بحسابات الاقتصاد وحسابات المصلحه. دائما اوروبا تنظر الى مصلحتها زيها زي بالظبط الولايات المتحده الامريكيه، فهي بتنظر الى قضايا وازمات الشرق الاوسط ازاي تخرج مستفيده بقدر الامكان. اولا يتم هناك، وده طبعا بند من البنود اللي مطروح في قمه الاتحاد الاوروبي، اللي هو وجود شرطه مشتركه للحدود، او يكون في تفعيل للمعاهده الدفاعيه، يكون هناك ضبط للحدود حتى لا يتم تهريب او يعني الدفع باللاجئين الى شواطئ البحر المتوسط. لكن لازم نكون على فكرة موضوعيين جدا في قراءة المشهد. أوروبا تنظر إلى أزمات الشرق الأوسط باعتبارها مصدرة للإرهاب، ولكي تقطع الطريق على انتقال الإرهاب أو اختراقه للشاطئ الآخر من المتوسط، لابد أن يكون هناك إعادة الأمور إلى نصابها في هذه الدول، إقامة علاقات اقتصادية وسياسية مع دول الشرق الأوسط، والاستيلاء أو السيطرة على المنابع الخاصة بثروات الشرق الأوسط والسيطرة عليها، ومحاولة الوصول إليها لمنع وصول اللاجئين أو لضبط الأمور في الشرق الأوسط. اللي عايز أقول لحضرتك إن فيما يتعلق بالنقطة دي تحديدا هي نقطة شائكة جدا، لأن أوروبا دائما تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط على أنها منطقة خاصة بها، وتلجأ إلى الاستعمار، ولكن الاستعمار من النوع آخر، ليس استعمار عسكري أو سياسي وإنما استعمار اقتصادي، وهذا يتم من خلال السيطرة على المناطق الحيوية والغنية بالنفط زي ليبيا وزي سوريا وزي العراق ومن هم على شاكلتها، بالإضافة أن هي بتحاول أنها تقيم علاقات تجارية أو تسعى إلى أن يكون هناك اختراق للقارة السمراء حتى يكون هناك سوق أخرى بديلة غير السوق الأوروبية، فتزرع فيها منتجاتها وتزرع فيها شركاتها ورجال أعمالها، وهو ده بينعكس على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام. كل دي محاور هيتم مناقشتها وهيتم التركيز عليها، إن لم يكن في العلن وإنما في الكواليس وفي الأبواب المغلقة، لأن دي دايما بتبقى سيناريوهات مرسومة داخل أروقة وداخل كواليس الاتحاد الأوروبي أو الغرف السياسية. فطبعا فيما يتعلق بأزمات الشرق الأوسط أو مسألة اللاجئين،
هي مساله تقدر نقول انها حصان طرواده هتستغلها اوروبا لاختراق واعاده تشكيل وصياغه الشرق الاوسط حتى لا تنفرد بها الولايات المتحده الامريكيه. نعم. اسمح لي استاذ شريف ان احنا نعرض بعرض مهم جدا لعرض الاهم ما جاء في القمه الاوروبيه الغير رسميه اللي عقدت في رومانيا تحت عنوان يوم اوروبا، نتابع. مرة أخرى برحب بحضرتك أستاذ شريف، يعني خليني أركز شوية مع حضرتك في بريطانيا لأنه الحقيقة بريطانيا هو يعتبر أهم ملف. في تصريح للرئيس الفرنسي، لا التصريح للرئيس الفرنسي خاص بالانتخابات عفوا، لكن أنا عايز أتكلم مع حضرتك الأول عن بريطانيا وبعدين هقول لحضرتك تصريح الرئيس الفرنسي. بريطانيا لحد الآن مجلس العموم لم يوافق على خطة تريزا ماي للخروج، وتريزا ماي أعلنت أنها هتتقدم باستقالتها بس يعني يمرروا هذا الاتفاق. في رأي حضرتك الخسائر اللي هتتعرض لها بريطانيا إذا تم تمرير فعلا هذا الاتفاق، وأيضا الخسائر اللي هتعود على الاتحاد الأوروبي؟ أبرز خسارة ممكن تعاني منها بريطانيا إن هيكون لأنه لحد الآن كل المراقبين وكل المحللين السياسيين بيتكلموا عن خسائر، يعني ما حدش تكلم عن فوائد ستعود على بريطانيا، وحتى اللي بيتكلم عن فوائد بيتكلم عن فوائد على المدى البعيد جدا، يعني اللي هو بعد فترات طويلة جدا من استقلال بقى بريطانيا كدولة منفردة بعيدة عن التكتل الأوروبي. هو زي ما حضرتك أشرتي طبعا هي في طبعا مخاوف، لكن هي بريطانيا بتخطط إلى أن يكون في استقلال في قرارها السياسي والاقتصادي، وبتحاول تنفصل عن الاتحاد الأوروبي لأن هي رأت في السنوات الأخيرة أن هي مش مستفيدة بدرجة كبيرة جدا من الاتفاقيات أو من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فبتحاول أنها تستقل اقتصاديا، وبتحاول برضو لازم نحن ننظر إلى نقطة مهمة جدا في الاقتصاد البريطاني، أنه بيعتمد على اقتصاد موازي. الاقتصاد الموازي لأن في جماعة الإخوان المسلمين أو تيار الإسلام السياسي مخترق للاقتصاد البريطاني، وهو مورد من موارد تنمية هذا الاقتصاد، وزي ما قلت لحضرتك هي برضو بتلعب على بناء شراكات أخرى والارتماء في أحضان دول أخرى زي الصين وزي دول القارة السمراء أو دول شرق أسيا النمور الأسيوية لحقلق نوع من أنواع التعويض عن الاعتماد على الاتحاد الأوروبي. بتراهن بريطانيا على أن هذه الاتفاقيات أو فكرة الاستقلال باقتصادها أنها ممكن
تنشط من اقتصادها وتكون لا تجد نفسها تحت رحمة الاتحاد الأوروبي. لكن ما يحدث فعلا على أرض الواقع إن وهي دوت السيناريوهات المتوقعة أو المحتملة، إن هيبقى في خسائر للاقتصاد البريطاني، هيبقى في انخفاض في نمو الاقتصاد، هيبقى في زيادة معدل البطالة، بالإضافة إلى نقص الإنتاج ونقص التصنيع ومشاكل ستحدث في قطاع التعدين، لأن كل هذه القطاعات معتمدة على المواد الخام التي يتم استيرادها من الاتحاد الأوروبي. وكمان احنا بنتكلم على دولة كانت موجودة في الاتحاد الأوروبي لسنوات طويلة جدا، فبقى من الدول المؤثرة جدا في هذا التكتل. طبعا هذا سيفتح شهية دول أخرى للتفكير في حالة أن هذا المشروع أتى بثماره أو نجب نتيجة إيجابية. طيب والاتحاد الأوروبي هيتضرر إزاي؟ الاتحاد الأوروبي أن هو هيبقى فيه سلسلة انسحابات متوقعة من دول أخرى، دي نقطة. هيتم طبعا تفريغه من محتواه ومن مضمونه، وبالتالي ده عكس الفكرة الأساسية، فكرة الوحدة، وحدة التكتل اللي هي أصلا يعني هدف القمة اللي انعقدت، لأن ده معناه أن أنت بتضرب فلسفة الاتحاد الأوروبي في مقتل. الاتحاد الأوروبي كان سر قوته وسر شموخه ان هو كان في وحدة صف، في سوق أوروبية مشتركة، في اتفاق على أسس ومبادئ معينة لا يجب خرقها. طبعا اللي حصل من بريطانيا دوت بيؤدي الى ان عبارة عن قد ينفرط العقد وقد يؤدي الى انهيار الاتحاد شيئا فشيئا. وبالإضافة لحاجة مهمة جدا، الاتحاد الأوروبي بيستمد قوته من اقتصاديات الدول الأعضاء، فالدول الأعضاء دي بتشكل قوة لداخل الاتحاد من خلال التبادل التجاري فيما بينها، من خلال ان يكون في سوق مفتوحة، من خلال انها تبقى في انفتاح على افاق اوسع مع دول اخرى ومع كيانات اخرى، مش بس في حدود القارة البيضاء، ممكن خارج حدود القارة. فكونك ان انت بتنفصل عنه ده بيؤدي الى انقسام وبيؤدي الى شروخ وبيؤدي الى انهياره مع مرور الوقت. فالخسائر اللي ممكن يتكبدها الاتحاد الاوروبي لها بعدين، بعد اقتصادي زي ما اشرت لحضرتك، والبعد الاخر بعد سياسي او بعد دولي، لان ده بيؤدي الى ان هناك ايضا بقى يقفز على المشهد اللي هم الاعداء او الخصوم الخارجيين، في مقدمتهم الولايات المتحدة الامريكية، الدب الروسي يستغل هذا الفراغ الاوروبي في انه هو يحاول يعمل اقتصاد او يعمل علاقات تجارية وعلاقات سياسية مفتوحة مع الدول التي تفكر في الانفصال او حتى الدول الاعضاء نفسها. فكل ده هيؤدي الى فلسفة ومشروع الاتحاد الاوروبي او مشروع السوق الاوروبية المشتركة سيكون معرض لخطر محدق. ومستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي ممكن يكون شكله ازاي اذا ما تم الخروج فعلا؟ ولا الحقيقة انا استبعد وكان الحديث كان كلام كتير عن فكرة المواطنين. طبعا دي كان ملف مهم اصلا في ملف الخروج، المواطنين الاوروبيين اللي موجودين في بريطانيا والمواطنين البريطانيين اللي موجود في دول الاتحاد الاوروبي، فكرة التعامل هيكون ازاي، فكرة كمان الاقتصاد يعني السوق الموحدة هتكون التعامل بريطانيا معها ازاي، كل ده هيكون شكله ازاي لو تم الخروج. هو انا استبعد انه هيتم الخروج تحت هذه الضغوط السياسيه، لكن في حاله ان مشروع بريكست يكتمل او ان يكون في انفصال او حاله الطلاق تتم ما بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا، ده هيؤدي الى حاله من التربص بين اوروبا وبين بريطانيا. سيعكس دوت على الشعب البريطاني او على المواطن البريطاني، ممكن ده ينعكس على مستوى الدخل القومي، ممكن يتعدي متوسط دخل الفرد، ممكن ده ينعكس جدا على زي ما قلت لحضرتك على ارتفاع معدلات البطالة، لان مش هيبقى فيه سوق مفتوحة او مش هيبقى فيه تبادل تجاري او هيتم سد او يعني انسداد القنوات الشرعية والقنوات المتاحة ما بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا. ده بالاضافة لحاجة مهمة جدا، ان ده هيدي فرصة اكبر لان الدول الاخرى اللي خارج القارة البيضاء تبدأ انها تفكر في اختراق دول أوروبا نفسها، تدخل الاقتصاد، تحاول ان هي من خلال بوابة الاقتصاد يبقى ليها يعني قد يؤدي الى ان تفكر الصين، هذا التنين الصيني انه يفكر في اغراق أوروبا بالمنتجات الصينية. صحيح. على اساس انه هيؤدي الى ايه، انه يستفيد من هذا الظرف السياسي الحرج اللي بيتمر به أوروبا، قد يؤدي الى ان طبعا
الملف الإيراني موجود جدا وحاضر بقوة وقد يكون هناك. وطبعا بريطانيا من الدول المهتمة جدا بهذا الملف، أسوة بمين؟ بألمانيا وفرنسا. فإذا كنا احنا إذا كانت في مخاوف أو في خسائر ممكن يتكبدها الاقتصاد البريطاني وهو ده المتوقع، هناك خسائر أكبر، مش بس خسائر اقتصادية، خسائر سياسية ودولية تنتظر الاتحاد الأوروبي الآن ومستقبلا. لكن بشكل عملي أنا أتوقع أن هذا الاتفاق لن يتم تمريره، ودليل على كده هو التباطؤ والتأجيل إلى شهر أكتوبر. أن يكون ده، وده اللي بتلجأ ليه رئيسة الوزراء. هو كان يعني التصويت ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات تصويت، يعني أكثر من بأنه لا، بأنه رافض المجلس، لأن الموضوع هو كانت الصدمة بالنسبة للشارع السياسي أو الحياة الساحة السياسية في بريطانيا، أن في استفتاء شعبي بالخروج. يعني في حالة من حالات الضغط الشعبي دوت، يعني كان هدفه الأساسي أن بيدي رسالة للبريطانيين أن هم سئموا ويأسوا جدا من فكرة الامتثال دايما، أو أن هم تحت رحمة الاتحاد الأوروبي وشروطه وقواعده. فعايزين يبقوا في اقتصاد منفصل تماما، رغم أنه حضرتك يعني الكثير من المحللين السياسيين الآن بيتوقعوا إذا ما تم إعادة هذا الاستفتاء سيرفض البريطانيون الخروج، مسألة الخروج، بعد انهم حسوا انه فكره انه تم خداعهم ربما من فكره الخروج، وانه الخروج في خسائر اكثر على بريطانيا من الفوائد اللي هتعود عليها. يعني هذا توقعات بعض المحللين. ده توقع، وانا اتفق مع هذه التوقعات لسبب بسيط جدا، لان عاده الشعوب بتلجأ لمثل هذه الاستفتاءات تحت ضغط مشاعر الاحباط او مشاعر الاحتقان نتيجه البخار المكتوم، نتيجه ان في طبعا قلة في الدخل، ان في تدني في احوال المعيشة، ان في بعض المشاكل المادية اللي هم بيمروا بها او الصعوبات المادية، وبالتالي بيلجأوا لدوات على اساس ان هو ممكن يكون طوق النجاة. صحيح. بيكتشفوا بمرور الوقت ان في حسابات اخرى اكبر من مجرد الدخل او مجرد تحسين احوال المعيشة، في خسائر اكبر حتتم، في انعكاسات سلبية ستترك أثرها على سوق العمل وعلى فرص العمل وعلى حاجات ممكن بقى تتأثر بها الأسرة البريطانية بشكل أكبر. ففعلا أنا مع التوقع بأن في حالة الاعتماد أو في حالة الرهان على استفتاء آخر سيتم رفض مشروع البريكست. ما يحدث الآن هو تأجيل هذه اللحظة، اللحظة ديت. أنا أتصور أن حيكون في رفض لخروج بريطانيا وانفصالها عن الاتحاد الأوروبي، وحيكون دوت رسالة شديدة اللهجة إلى الدول الاتحاد الأوروبي بأنها تعيد بناء الصف مرة أخرى وتحط قواعد وأسس ومبادئ جديدة، خصوصا وزي ما احنا قلنا في بداية الحديث أن هم مقدمين على انتخابات جديدة وتشكيل الهيئات بشكل جديد لمدة 5 سنوات مقبلة. فأنا أتوقع أن لا، مش هنقدر نقول بشكل حاسم ايه اللي ممكن يحدث فيما يتعلق بالبريكست لحين اصدار القرار الاخير، اما بالخروج او بالاستمرار في الاتحاد الاوروبي. بتشوف حضرتك انه ليه ما تمش طرح قضايا سياسيه في القمه الغير رسميه؟ يعني مثلا ما كانش في تصدر لقضية زي مكافحة الإرهاب أو زي العلاقات مع الدول الأخرى. بتشوف حضرتك أنه مش في الأولويات الأوروبية الآن، ولا الأولوية يعني الأولوية الأكثر هي اقتصادية والكيان الأوروبي بشكل أكبر، ولا بتشوف حضرتك أنه ده تأجيل وأنه في القمة الرسمية سيتم مناقشة كل هذه الأمور؟ لا، هي العقلية الأوروبية ما بتفكرش بالشكل ده، هي العقلية الأوروبية دايما بتحط الأهم في المهم. فكل الملفات مهمة بالنسبة للجانب الأوروبي، وبيدوها الحقيقة مساحتها وحجمها الطبيعي. لكن علشان أنت تنتصر على هذه، على الملفات الأقل أهمية، لابد أن أنت تصدر وتسخر طاقتك كلها وجهدك للملفات الحساسة. فأكتر ملف حساس دلوقتي هو إعادة بناء أوروبا اقتصاديا مرة أخرى، لان هو دوت اللي هيحط الحاجز المانيع ضد اي اختراق ارهابي. اوروبا الحقيقه كانت في السنوات الاخيره كانت بتعاني من اهتزاز في اقتصادها الداخلي، وكان ده بيؤدي الى ان يكون في تربه خصبه لنمو الجماعات الارهابيه، خصوصا في بعض الدول اللي بتتعامل مع الاخر بشكل فوقي او بشكل فيه عنصريه، زي فرنسا تحديدا، وما حدث في ضواحي باريس في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
ضواحي باريس دي فجرت فكرة المهمشين في المجتمع الأوروبي، وإدت فرصة لنمو الخلايا الإرهابية تحت وطأة التمييز العنصري، فده طبعا أدى إلى عدم استقرار سياسي وأمني، انعكس على مشاكل، أدى إلى مشاكل اقتصادية، فبالتالي ابتدى هذا الشبح يظهر بقوة قدام الاتحاد الأوروبي، فاتجه إلى أنه هو يحاول بقدر الإمكان يعيد ترتيب الأوراق مرة أخرى، يحاول أنه هو يبني البيت اقتصاديا علشان خاطر يصد هذا التيار الجامح. فأنا يعني شايف أن الملف الهجرة وملف الإرهاب وهذه الملفات الأمنية بتحتل أهمية في الجلسات الأوروبية، لكن هذا لن يتم مواجهته إلا من خلال إعادة البناء مرة أخرى، يكون هناك تركيز أكثر على الملفات الاقتصادية، لابد أن يكون هناك حسم لمسألة التفكير في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وأن يكون هناك حد لفكرة أن ممكن يكون في كل دولة في أوروبا تنفصل أو تستقل باقتصادها وتستقل بقرارها السياسي بعيدا عن وحدة الصف الأوروبي. كل ده أوروبا هي اللي بتركز في المقام الأول على هذه الجزئية. نعم. لأن وحدة الصف الأوروبي هي اللي هيبقى فيها الدعامة الأساسية لبداية بقى وضع حلول للإرهاب، بداية استيعاب لفكرة اللاجئين، وكل دولة ليها حساباتها بتختلف عن الأخرى. عشان كده بنلاقي أن دولة زي ألمانيا عندها استقرار اقتصادي في الداخل وعندها استقرار سياسي وثبات في المبادئ وثبات في الموقف، هو دوت اللي بيخليه على فكرة ما يبقاش فيه التذبذب اللي احنا بنشوفه ده. يعني احنا ما شفناش في موضوع البريكست او في موضوع الخاص بالمو الاقتصادي او الاهتزاز الاقتصادي اللي بتعاني منه اوروبا، ما شفناش ان المانيا متأثرة او متخبطة، لان هي قادرة ان هي تقاوم اقتصادها على رجليها وقادرة ان هي تواجه كل التيارات وتواجه كل الضغوط مقارنة بفرنسا وبريطانيا. فالاتحاد الأوروبي في الفترة الحالية الحقيقة بيواجه محك قوي جدا، أهم فيه انه لابد ان يكون هناك دول أوروبا متحدة ومتفقة على مبادئ معينة، الدول أساسا متفقة على ان يكون الاقتصاد هو المحرك الأساسي للعلاقات فيما بينها، ان يكون هناك تنشيط للسوق الأوروبية المشتركة مرة أخرى، أن يكون هناك رفض لأي فكرة انفصال أو أي فكرة تمرد على هذا الكيان. بعد كده دوت اللي هيبدأ بقى بعد كده يبدأ يناقش فكرة الملفات الأخرى اللي هي الأقل إلحاحا. طيب حضرتك بتتوقع أنه ما يتمش تمرير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ده معناه أنه بريطانيا تفضل موجودة في التكتل، ومن ثم يعني الدول الأخرى اللي بتفكر ربما بيراودها التفكير في مسألة الخروج ما تخرجش. هل حضرتك بتعتقد أنه الاتحاد الأوروبي قادر إذا ما لم تخرج بريطانيا من الاتحاد على مسألة التكتل ومسألة الوحدة الأوروبية مرة أخرى؟ قادر بنسبة كبيرة جدا قادر، لأن ده ميراث قديم يندر. يعني دائما إحنا لابد أن نعترف بقوة أوروبا كدولة قادرة على تنظيم نفسها وإعادة بنائها مرة أخرى. الحقيقة العقلية الأوروبية أنا بحترم فيها أن هي عقلية منظمة ومخططة جدا لأهدافها، وكمان قادرة بشكل أو بآخر على الإغلاق على نفسها، ما بتحاولش أن هي دايما تنشر خلافاتها أو تنشر أي مواطن ضعف ليها، قادرة بسرعة جدا على سد ثغراتها، لأن العقلية الأوروبية عقلية دولة القانون، ودولة القانون ديت أو دولة المؤسسات دائما بتبقى عندها مبادئ وثوابت بترجع لها، وأهم مبدأ بترتكز عليه الكتلة الأوروبية هو المبدأ الاقتصادي ومبدأ العلاقة والمنفعة والمصالح المتبادلة بين الدول الأعضاء. فمشروع البريكست كان يقدر نقول أنه هو الحجر اللي تم إلقاؤه في البحيرة فأدى إلى كل هذه الزوبعة. فإذا حدث سيطرة على فكرة البريكست على فكرة ان يكون هناك خروج من الاتحاد الاوروبي، هتقدر هنا اوروبا فعلا تستعيد قوتها مرة اخرى، وهتقدر تواجه ملفات كتيرة جدا. فهو ده المشروع المهم، هو دوت فعلا التحدي الاكبر، ان هو يكون في يعني انتماء من دول الاتحاد الاوروبي الاعضاء 27 الى هذا الاتحاد،
وأن يكون هناك اتفاق على إعادة الأمور إلى نصابها مرة أخرى، وألا يكون هناك أي فكرة اختلافات أو خلافات تؤدي إلى انشقاق داخل هذا الاتحاد. لكن الأسباب أو الدوافع اللي جعلت بريطانيا تفكر في الخروج من الاتحاد الأوروبي مش موجودة عند باقي الدول اللي بتفكر أو اللي يعني عندها شبح التفكير في الخروج، لأنه مسألة السيطرة على خروج بريطانيا فقط مش هي المهمة، لكن المهمة هو السيطرة على الفكرة نفسها أو على الدوافع نفسها اللي فكرت من خلالها بريطانيا في الخروج. هل حضرتك بتتوقع أو بتعتقد أنه هذه الدول أو هذه الأفكار ممكن فعلا ما تكونش موجودة، وأنه الاتحاد قادر أنه يسيطر على الفكرة نفسها؟ الاتحاد قادر، بس طبعا الدوافع بتختلف من دولة إلى أخرى. يعني دوافع بريطانيا في المقام الأول هي كانت دوافع اقتصادية، الهدف منها الاستقلال تماما عن الاتحاد الأوروبي، أو لأهداف خاصة بها بأنها بتحاول تبحث عن شراكات أخرى زي ما أشرت لحضرتك مع دول أخرى. لكن هناك دوافع أيضا تتعلق بفرنسا، ممكن دوافع تتعلق بإيطاليا، كل دي على فكرة كل دولة أوروبية لها دوافعها، لكن مش بنفس الدرجة اللي كانت عند بريطانيا. وبالتالي طبعا لما دولة تفكر في الانفصال بهذا الشكل وتحاول مرارا وتكرارا عبر تصويت مستمر من مجلس او من البرلمان البريطاني ان هي تنفصل، ده معناه ان في دول اخرى فعلا ممكن هذه الفكرة تغازلها فتحاول انها تلجأ الى نفس الطريق. الاتحاد الاوروبي مدرك ان مش كل الدول بتفكر بنفس الطريقة او بنفس الاسلوب البريطاني، بالعكس انت هنا لما هتقطع الطريق على بريطانيا هتقطع الطريق على الدول الاخرى، وهتبعث برسالة مهمة جدا في ان الملاذ الاول والاخير الى دول اوروبا ودول القارة البيضاء هو الاتحاد الاوروبي، لان هذا الاتحاد عندما تم تأسيسه كان الهدف منه هو لم الشمل الاوروبي ومحاولة ان يكون هناك تكتل امام التحديات الدولية، مش بس التحديات الاقتصادية الخاصة بالقارة، امام ان يكون هناك، لان القطب الاوحد كان الولايات المتحدة الامريكية بعد انتهاء الحرب الباردة فترة من الفترات بين أمريكا وروسيا أصبحت أمريكا هي المنفردة بصنع القرار السياسي والاقتصادي في العالم. فكان لابد أن يكون هناك وحدة أوروبية، هذه الوحدة لن تتحقق ولن تتأتى إلا من خلال الاتحاد الأوروبي وفكرة ومشروع الاتحاد الأوروبي، فلابد أن يكون هناك سرعة يعني سرعة إنقاذ لهذا المشروع. إذا كنت حضرتك بتطرحي سؤال إن في دول تانية ممكن فعلا تفكر أو تلجأ لنفس الأسلوب، أنا لا أستبعد إن ده ممكن على فكرة يحصل، لكن المسألة مرهونة بآخر فرصة أو آخر مهلة لبريطانيا، إما بالاستمرار في الاتحاد أو الانسحاب. بعدها نقدر فعلا نقيم الموضوع تقييم موضوعي، لأن أنا أعتقد إن في حالة إن بريطانيا هتنسحب في وجودها عدم انسحابها أو عدم طلاقها من أوروبا، لا ده هيؤدي إلى أن كل الدول الأوروبية لن تفكر في هذه الخطوة ولن تقدم عليها لأنها أثبتت فشلها بشكل أو بآخر. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل ما تفضلت به من حديث. الأستاذ شريف سمير مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام والمتخصص في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، فقرات الآن مستمرة مع حضراتكم، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. كما قال المثل قديما المعرفة قوة، لذا يعزز المتظاهرون في السودان قوتهم بالمعرفة عبر مكتبة شارع في العاصمة الخرطوم، مكتبة في الهواء الطلق تمنح المتظاهرين فرصة لقراءة كتب كانت محظورة في السودان من قبل، كما تسهم في تثقيف وتعليم المواطنين كجزء من أهداف الثورة. المتظاهرون الذين أسقطوا النظام في السودان والذي استمر لثلاثين عاما بقيادة الرئيس السابق عمر البشير ما زالوا يجتمعون رغم حرارة الصيف، وبين الحين والآخر يترددون على المكتبة لاختيار كتبهم المفضلة، ثم يلجؤون إلى رصيف أو جدار مريح للاتكاء وقراءة الكتب. أفتكر أن المكتبة شيء إيجابي جدا، اللي هو باختصار القراية زيادة الثقافة. يعني هسه أنا قاعد هنا في 15 دقائق بتطلع على تاريخ السودان، عرفت معلومات، كل الناس كذلك بتعرف معلومات. بإمكان المواطنين شراء الكتب إذا ما أرادوا، ولكن هذا ليس الهدف الأساسي من المكتبة المفتوحة. فكرة الكتاب هو للبيع أولا، وهي الناس بتقرأ، يعني ممكن هنا الواحد يأخذ الكتاب ويقرأه
ويطلعوا عليه. عندنا هدايا برضو من الكتب، وهي دعم لهذه الثوره. عندنا كتب مجانيه ممكن ياخذ الانسان معاه. وعندنا ممكن الكتاب، حتى كتابنا للبيع ممكن الواحد يطلع عليه زي ما انتم شايفين الناس بتطلع على هذه الكتب، يقرا الكتاب ممكن لحد نهايته ويرجعه ثاني، واذا عجبه ممكن يشتريه. المكتبه كانت تمنح الفرصه لقراءه كتب كانت محظوره في السابق، فكان من الصعب بل من المستحيل ايجاد كتب تتعلق بالغرب او بحقوق الانسان او الحريه او الثورات في مكتبات ومتاجر بيع الكتب في السودان. أغلبية الناس بتبحث أن الحاجات اللي كانت ما قادرة تقرأها، ما كانت قادرة تعرف أنها حاجة، ما كانت قادرة تطلع عنها، مثلا الانتفاضات، الحياة الثورية، مثلا حياة مارتن لوثر كينغ، الحريات زي ما شايفيننا الإعلام بقت شبه مرة، الناس بقت تعرف تعبر، بقت تعرف تطلع. حتى زمان ما كنا في السودان بنعرف نقرأ كتب يعني ثورية. ويبدو أن المكتبة ستستمر في تقديم خدماتها، حيث ما زال آلاف المتظاهرين يجتمعون في الموقع رغم حرارة الصيف القائض، داعين المجلس الانتقالي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية.
اهلا بكم من جديد. اكد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح ضروره احترام الاجراءات التي ينص عليها الدستور والقوانين بالنسبه للانتخابات الرئاسيه المقبله المقرر اجراؤها في 4 يوليو المقبل، مع توفير كل الشروط والاليات اللازمه لاجراء هذا الاستحقاق الهام بكل شفافيه ونزاهه وموضوعيه. هذا جاء عقب اجتماع قضاه مع نور الدين بدوي رئيس الحكومه بمقر الرئاسه بالجزائر العاصمه لبحث تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. معنا اليوم في استوديو الآن للحديث بمزيد من التفاصيل عن الشأن الجزائري نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام والكاتب المتخصص في الشؤون العربية مختار شعيب. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. في البداية تعقيب حضرتك على الوضع الجزائري بشكل عام سواء على الأرض أو المشهد السياسي، وبعد كده ناخد تصريحات الرئيس المؤقت. الحقيقة الوضع على الأرض النهاردة اليوم الجمعة، دي الجمعة 12، على استمرار المظاهرات الحراك الشعبي في الشارع الجزائري منذ انطلاقها في 22 فبراير الماضي، وبالتالي المظاهرات الحقيقة لما نيجي نصنفها لمرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل 11 مارس كان بيطالب بإنهاء العهدة الرابعة وعدم دخول الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في العهدة الخامسة، وبالتالي إسقاط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. المرحلة الثانية بدأت بعد 11 مارس وهي بتطالب بإسقاط رموز النظام وإعادة بناء الجزائر الجديدة على أسس جديدة تختلف عن السابقة التي كانت في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبالتالي في صراع الحقيقة على الأرض ما بين رؤيتين في الجزائر، رؤية التمسك بالدستور الحالي وتنفيذه حرفيا خاصة المادة 102 اللي هي أعلنت الشغور الرئاسي، وبعد ذلك القيام بانتخابات رئاسية بناء على هذا الشغور في حدود 60 يوم منذ يعني إحداث هذا الشغور، وبالتالي الرؤية الثانية اللي هي الخاصة بالحراك الشعبي بتطالب بإسقاط الدستور تماما، تنحي كافة رموز النظام السابق عن الوجود في الساحة السياسية وإبعادهم عن المشهد السياسي، وإعلان ما يسمى بمرحلة انتقالية مدتها على الأقل 6 أشهر على أسس جديدة، جمعية تأسيسية ودستور جديد وإعلان دستوري أولا، ثم جمعية تأسيسية، ثم انتخابات برلمانية ورئاسية. ده الوضع، الصراع ده الحقيقة موجود على الأرض ما بين يعني النظام الحالي متمثل في المؤسسة العسكرية و يعني رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع الحالي أحمد قايد صالح، اللي بيتبنى رؤية الحفاظ على مؤسسات الدولة والمؤسسات الدستورية والدستور، وبالتالي الحفاظ على وجود الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، بينما المتظاهرون لديهم كان شعار هو يعني إسقاط الباقات الأربع بن صالح وبن بدوي وبالعيز وبوشارب. الحال الحقيقه بالعيز تم اسقاطه، ما زال في الباقات الثلاثه بن صالح وبوشارب وبدوي، دول اللي هم اركان نظام بوتفليقه. الصراع ده النهارده يعني مع على خلفيه كمان حبس لويزا حسونه بالامس في يعني القضايا تعقب الفاسدين في نظام بوتفليقة، أصبح في نوع من الحراك، حتى الحراك الشعبي نفسه بينقسم لاتجاهات أو تيارات. يعني في التيار الأول هو التيار العام، هو جموع المواطنين والشباب والجامعات، نقابات عمالية، نقابات مهنية، أحزاب ميدانية عادية، وفي جزء من هذا الحراك للأسف في تيار إسلامي كبير جدا موجود في الساحة الجزائرية متمثل في 3 أحزاب ومجموعة من الجمعيات، سواء كانوا إخوان مسلمين أو جماعات سلفية، وده الخوف منهم انهم يعني يسيطروا على المشهد السياسي في الجزائر كما حدث في مصر بعد 25 يناير، وبالتالي الجيش الحقيقه تمسكه بفكره المؤسسه وفكره الحفاظ على مؤسسات الدوله والدستور هو اللي يواجه
سيناريو تولي أو سيطرة الإسلاميين على السلطة حتى لا يتكرر المشهد الذي عانت منه الجزائر في تسعينيات القرن الماضي عندما بدأ في عام 1991 وسيطرة الإسلاميين على المشهد، ثم العشرية الدموية الشهيرة التي راح ضحيتها أكثر من 200 ألف شهيد في الجزائر. المشهد الآن مشهد صراع، مشهد ليس مشهدا عاديا، ليس مشهدا سياسيا. في بعض بيستقوي بالشارع وعلى الأرض، وفي البعض الآخر بيستقوي بالدستور وبمؤسسات الدولة ويحاول الخروج بالجزائر إلى بر الأمان. الصراع ده الحقيقة يعني مفتوح على كافة السيناريوهات خلال المرحلة المقبلة. خلينا نتكلم عن الرؤية أو الجانب المحور الدستوري أو اللي بينص عليه القانون والإجراءات المتبعة من خلال القانون والدستور، وده اللي أكد عليه ربما الرئيس المؤقت في مسألة إجراء انتخابات رئاسية مقبلة في يوليو المقبل. التأكيد الرئيس المؤقت على هذا بتشوف حضرتك إزاي؟ ده محاولة لإرضاء الحراك، هدف رئيسي في فكرة تنفيذ بالفعل انتخابات رئاسية لعدم وجود فترة انتقالية أو عدم يعني وجود فترة انتقالية طويلة للحراك، بتشوفها ازاي يعني فكرة؟ الحقيقة حصل في الفترة الماضية دخول حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، جزء منه دخل في الحراك، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي اللي هو كان جزء من الحكومة ايضا دخل في الحراك من يعني تحديدا من بعد 11 مارس الماضي، يعني اللي هي حتى تواجدوا على ساحة سياسية. هؤلاء استقطبوا بعض الناس فبدأوا يؤيدون فكرة يعني التنحب وتفريقة فقط، ثم الدخول في مرحلة الانتخابات الرئاسية تنفيذا للمادة 102 من الدستور، ودي الرؤية اللي بيتبناها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح وبيتبناها قائد الجيش أحمد قائد صالح، اللي هي مؤسسة الدولة. يعني إذن الحزبين الرئيسيين في البلاد اللي هما تقريبا الحزبين، الحزب الحاكم وأيضا المؤسسات الدولة الراهنة بالإضافة إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بتتبنى فكرة محاسبة الفاسدين عشان إرضاء المتظاهرين والشارع، والجزء الثاني الذهاب فورا إلى انتخابات رئاسية تنفيذا للمادة 102 والمادة 107 من الدستور الجزائري. طيب ال- 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 المشكلة هنا فين؟ المشكلة أنه غالبية الحراك المجتمعي في الجزائر اللي هو الطلاب والشباب والمرأة والأحزاب اليسارية والأحزاب العلمانية بالإضافة إلى الأحزاب ذات الطبيعة الإسلامية، بعضها متشدد وبعضها معتدل، هذه الأحزاب الحقيقة بترفض في هذا التوجه وبتطالب بإسقاط كافة رموز النظام وذهاب إلى مرحلة انتقالية. إذا عدم وجود حلول وسط خلال المرحلة الراهنة الحقيقة بيخلي أمد الصراع يستمر شوية. نعم. يستمر شوية لسببين رئيسيين، لأنه النهاردة في مظاهرات وبالأمس كان في مظاهرات، يعني الخميس نفسه كان في مظاهرات في الشارع. طيب ومفيش قبول أصلا لفكرة الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو. طب وحتى المعارضة كمان حضرتك الجزء الثالث والأخطر إن المعارضة ملهاش ممثل ملهاش مرشح في الانتخابات الرئاسية أعلنت عنه، بالعكس أعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات، فهتعمل انتخابات إزاي؟ يعني هي المشكلة الحقيقة لازم يمكن علشان كده الحراك بيطلب فترة انتقالية يعني بالزبط. حتى تأخذ المعارضة حقها في الوقت وتكوين فكرة الأحزاب وإلى آخر ذلك طبعا من الكيانات السياسية. طيب هل المؤسسات الجزائرية مستعدة الآن أصلا لإجراء انتخابات رئاسية في هذه الحالة اللي احنا بنشهدها الآن، خصوصا أنه ما تم الإعلان عنه من قبل الرئيس هو يوليو المقبل، يوليو يعني شهر قريب بالزبط. جدا هو يوليو المقبل لسبب لأنه هو ملتزم بالدستور الحالي، يعني في رؤيتين زي ما قلت في الأول، رؤية التمسك بالدستور اللي ممثلة المرحلة الانتقالية الحالية اللي هي 90 يوم أو 60 يوم، ورؤية أخرى بتمثل الحراك نفسه اللي بتقولك ما لا بتعترفش بالدستور، احنا عملنا ثورة لازم يسقط الدستور. دي الرؤية اللي ماشية على غرار ما حدث في مصر في 25 يناير. الرؤية الثانية لا، احنا عايزين نتمسك بالدستور استفادة مما حدث في المنطقة زي ما حصل في ليبيا والخوف من الفوضى، زي ما حصل في السودان وبعض المشاكل، زي ما حصل في اليمن في سوريا. فيقول لك لا، احنا لو مشينا ورا المتظاهرين طول الوقت وهذا الامر نسقط الدولة وفوضى، وبالتالي الخشية من الفوضى تجعلنا نتمسك بإنفاذ الدستور. هنا المشكلة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية هي انه لازم يبقى في طرح جديد
من الحزب الحاكم، من النخبة الحاكمة، من مؤسسات الدولة يرضي قسط كبير على الأقل أغلبية المحتجين. لازم يفكروا في حلول إبداعية في هذا المجال. لماذا؟ عشان لما يعقد انتخابات رئاسية ما حصلش فيها مقاطعة، وبالتالي تكتسب شرعية، ولما تكتسب شرعية يبقى المتظاهرين هيرجعوا لبيوتهم. هنا دي الإشكال الكبير اللي زي ممكن نوفق ما بين الرؤيتين دول ونخرج بحل وسط يحافظ على مؤسسات الدولة وإنفاذ الدستور، والجزء الثاني يستجيب إلى الحد الأدنى على الأقل من مطالبات المتظاهرين اللي معظمها مركز الحقيقة على فكرة محاسبة الفاسدين، لأنه حصل فساد غير عادي الحقيقة في عهد بوتفليقة. ما ننساش أن الجزائر دولة غنية جدا ودولة نفطية ودولة شاسعة وفيها موارد كبيرة جدا، وبالتالي حصل فيها نوع من يعني سعيد بوتفليقة الحقيقة شقيق الرئيس استقطب عدد كبير جدا من رجال الأعمال حوله، ودول اللي شكلوا منظومة الفساد. فالحقيقة لازم يتحاسبوا، لأنه والحساب يكون سريع وناجز، ده هيرضي عدد كبير جدا من المتظاهرين فيقلل من حدة التعبئة في الشارع. على الحقيقه يعني انا بقترح ده، او يعني من خلال قراءتي الملف الجزائري وكتبت في الكلام ده، انه المخرج انه الاسراع بفكره المحاسبه والشفافيه واعلان ده امام الجمهور، واعلان كمان خطه سياسيه واضحه زي خطه اعلان طريق زي ما حصل في مصر في 3 يوليو 3 يوليو في 2013. نعم. لما عملنا ده الحقيقه خط طريق رضا الشارع، والشارع المصري صحيح. بقى يعني متفاعل مع المرحله. هنا لازم يستفيدوا من التجربه في مصريه، خاصه ما حدث في 2013 في كيفيه الخروج من المأزق السياسي الراهن. طيب ايه ابرز او ايه اهم التحديات اللي حضرتك بتشوف انها بتواجه الدوله الجزائريه الان؟ هل هي مساله التصدي للفوضى، ولا هل هي مسألة وجود أطراف يعني أخرى سواء خارجية أو حتى أطراف داخلية موجودة في الحراك؟ لا، الحقيقة هو الأطراف الخارجية دورها محدود جدا في الموضوع، المسألة في اللحظة الراهنة أو حتى يمكن في الجزائر الفكرة الجزائر يعني محدودة. كمان أصل طبيعة النظام السياسي غير قابل للاختراق الخارجي، وهم عندهم حساسية حتى من التدخل الفرنسي وغيره. ففي يعني الحقيقة عشان نقول الحق يعني مفيش وفقا لكافة التحليلات تدخل خارجي كثيف أو واضح في المسألة الجزائرية. نيجي بقى للوضع الداخلي، هو في استقطاب وفي برضو نوع من عدم التفاهم من كلا الطرفين، من رؤية الحفاظ على الدستور والمؤسسات الدولة ورؤية أخرى اللي هي بتطالب بالتغيير ومحاسبة الفاسدين وبالتالي يعني تنحيتهم. يعني من اقتراحات اللي اتقالت انه لو مثلا تم تنحية عبد القادر بن صالح وإجراء انتخابات داخلية في مجلس الأمة ثم تصعيد شخص آخر مقبول كما حدث في مجلس الدستوري لما عندما يعني تم تنحية بلعيز، ده هيرضي قسط من المتظاهرين. مفيش مشكلة يعني حد يضحي بموقعه من أجل أنه الدولة تخرج من مأزق، ده هيرضي جزء كبير جدا من المتظاهرين وفي نفس الوقت يحافظ على مؤسسات الدولة. مثلا بن بدوي لو تم تشكيل حكومة جديدة في إطار وضع جديد، وبن بدوي المحسوب على بوتفليقة وهو كان وزير داخليته، يبقى ممكن يجي حد تاني، يبقى ده برضه هيرضي قسط آخر من المتظاهرين. ودي حلول عملية على أرض الواقع بتنطلق من الحفاظ على مؤسسات الدولة. أيضا بوشارب، يعني معاذ بوشارب اللي هو رئيس مجلس الشعبي، ده برضه لو تم إقالته انتخابات داخلية في المجلس الشعب الجزائري وتصعيد شخص آخر أيضا من نفس نخبة النظام ولكن ليس فاسدا وليس عليه علامات استفهام، ممكن يبقى ده حل. إذا البقات الأربعة أو الثلاثة الباقية لو تم تنحيتهم من أجل الجزائر، من أجل عدم دخول الجزائر في فوضى، أعتقد أنه ده حل من الحلول، وده حل بيطرحه الشارع نفسه، وده ممكن يخلي على الأقل أكثر من 70-80% من المحتجين يوافقوا على المخرج ده، وبالتالي يرجعوا لبيوتهم، وبالتالي نجري انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة على أسس جديدة وفي إطار الحفاظ على الدستور وفي إطار برضو رؤية قائد الجيش ورؤية المحافظة على مؤسسات الدولة. الحلول هي فقط التخلص من بعض الأشخاص في مقابل الحفاظ على الدولة، دي رؤية
الحقيقه كتير جدا من الخبراء، وانا يعني واحد من الناس دي، بطرح هذا التصور من اجل الخروج من المازق راين، لانه بص عدم الخروج من المازق راين في خطوره كبيره جدا. لو رينا ما حدث في العشريه السوداء او الدمويه في تاريخ الجزائر من 91 حتى 2001 تقريبا، العشريه دي حصل فيها اكثر من 220 235 الف شهيد، غير الجرحى غير المصابين غير المعوقين، بسبب انه التيار الاسلامي حاول يستغل حاله الاحتجاج الشعبي وسيطر على السلطه. فاحنا مش عايزين ده يرجع تاني الحقيقه، يعني مش هيرجع تاني، لازم يبقى فيه تضحيات من النخبه الحاكمه. على الاقل الحد الادنى من هذه التضحيات هو التضحيه بالباقات الثلاث الباقيه من اجل خروج الجزائر من المازق الراين وبسلام وامن، عشان ما يتكررش المشهد الليبي ولا يتكرر المشهد السوري ان طيب شاء الله ربنا يحفظ الجزائر. هذه الاطراف الـ 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 الاسلاميه ما فيش اي خطوره منها على المشهد؟ اه طبعا في خطوره منها، لو استمر الاحتقان الراهن ما بين رؤيتين، رؤيه الحفاظ على مؤسسات الدوله بس متصلبه شويه، ورؤيه الشارع المحتج يعني، وكمان خدوا قرار يعني في منتهى الغرابه الحقيقه بانه سيده مناضله اللي هي لويزا حسونه يتم القاء القبض عليها و سجنها لانها شاهد في قضايا فساد. فبرضه ده عمل نوع من يعني ضجر في الشارع بالظبط. وسائل الاعلام الغربيه بتتحدث عن هذه المساله، ويعني انه ربما يعني يدفع التشكك في بالظبط. وبعدين انت بتخلي كمان الشارع بيتشكك في مصداقيه القرارات اللي انت بتعملها. طب وانت ليه بتزود الاحتقان؟ يعني انت يعني انا مش عارف الحقيقه انت بتزود الاحتقان عشان ايه؟ طب ما انت كده انت ما عندك تجربه سيئه حصلت في التسعينيات، وبعدين سيدة بتشهد في وبدأ حزب العمال الجزائري وكانت بعيدة عن السلطة تماما، وبتشهد في قضايا فساد وبتتكلم وبتدلي باتهامات في ناس كانوا بجوار النظام وفاسدين أيضا. فأنت عليك أنه يعني الحقيقة الحكمة لابد أن يغلب قائد الجيش أحمد قائد صالح ورئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، أيضا رئيس الوزراء بن بدوي ومعاذ بن شارب، الحقيقة لازم يعلو من مصلحة الجزائر كدولة أولا وعدم دخولها في حالة فوضى والتخلي عن السلطة قليلا لمصلحة الجزائر. عندنا الحقيقة النموذج السوداني نموذج مبشر يعني وماشي في الاتجاه الصحيح. أتوقع أنه لازم الجزائر تمشي في هذا السيناريو عشان تخرج من حالة الاحتقان اللي خاصة اللي حضرتك قلت عليها، أنه الأحزاب الإسلامية أحزاب ليها جذور وموجودة في الجزائر. هو دايما الحقيقة في كل الثورات يعني اللي جرت في المنطقة كان هناك يعني دور واضح ودور تخريبي ودور بالزبط. يعني الخوف من دول صحيح للأطراف الإسلامية يعني، وتحول فيما بعد حتى ل يعني أداة للإرهاب حتى بالزبط. يعني بص حضرتك أنا عندي تخوف شديد الحقيقة من سيطرة الأحزاب الثلاثة اللي هي متحالفة الآن في الجزائر، وهي أصلا نشأت عن جبهة الإنقاذ الإسلامية، وهي جماعة إخوان مسلمين اللي عندنا مصنفها في مصر إرهابية وأمريكا تصنفها قريبا إرهابية وكتير من دول العالم، إنها تسيطر على السلطة في أهم بلد عربي وأكبر بلد أو عربي في المساحة وأكبر بلد أفريقي في المساحة. الجزائر أكبر يعني الدولة العاشرة على مستوى العالم في المساحة، ودولة مهمة جدا في مواردها الاقتصادية، وما ننساش كمان دورها معانا في لما وقفت في يعني معانا بعد 3/7/2013 وكان في دعم منهم في البترول وفي الغاز وكده، الحقيقه وقفوا معانا موقف بطولي. لكن سيناريو وجود جماعه الاخوان الارهابيه في الجزائر يعني سيناريو مش سيناريو وارد أو. لا سيناريو وارد وارد في حاله واحده بس، لو حاله الفوضى استمرت لاطول مدى ممكن، ولو الانتخابات الرئاسيه القادمه فشلت، يعني لو حصل فشل في هذه الانتخابات والشارع انفجر. وبعدين ما ننساش كمان الجماعات دي عندها خبرة الصراع مع الدولة الجزائرية ومسكت السلاح قبل كده، ففي خوف من دول. فأنا بقول إنه عشان أوقد هذا الخوف وأقضي على هذه الجماعات وارجعها لحجمها الطبيعي تاني، لازم أنا كنخبة حاكمة في الجزائر مع التمسك بالدستور ومؤسسات الدولة
لازم يتم التضحية باثنين او ثلاثة من الرموز اللي بيحتج عليهم على الاقل اغلبية الناس في الشارع، واغلبية الناس في الشارع مش منتمين للتيار الاسلامي الحقيقة، يعني جزء منهم منتمي للاحزاب العلمانية اللي هي اليسارية زي حزب العمال وجمعيات زي الاتحادات العمالية والمهنية وغيره. في جزء كبير جدا منتمي منهم للحزب التجمع الديمقراطي واللي انشقوا عن حزب جبهة التحرير، ودول يعني بيتبنوا فكرة الدولة المدنية الحديثة وفي وضد تماما سيطرة الإخوان المسلمين والإسلاميين على السلطة. وإحنا يعني كمصر الحقيقة لا نتمنى وجود هذا التيار في دولة شقيقة كالجزائر، لأنه ده معناه أنه دخولنا في نفق مظلم في دولة مهمة جدا، وإحنا مش عايزين نكرر مآسي زي موجودة مع تركيا ومع قطر ومع غيره. لا، نتمنى الحقيقة أنه يبقى في رشد لدى النخبة الحاكمة في الجزائر وتتجه فورا إلى تضحية ببعض الرموز من أجل إنقاذ الدولة الجزائرية من سيناريو الفوضى أو سيناريو سيطرة الإسلاميين على السلطة. نعم، دور الجيش وخصوصا بعد إعلان الجيش تمسكه بالمسار السياسي الحالي لحد إجراء الانتخابات الرئاسية اللي أعلن عنها الرئيس المؤقت، حضرتك بتشوف دور الجيش الجزائري هو دور مهم جدا ودور عقلاني الحقيقة منذ البداية، منذ انحياز قائد الجيش أحمد قائد صالح ولي وأعلن قبل تقريبا مارس قبل يعني في بداية 1 مارس في الماضي أعلن أنه لابد من إنفاذ المادة 102 من الدستور، ويمكن ضغطه لما ضغط على فكرة الشغور الرئاسي وأنه الرئيس غير قادر على القيام بصلاحياته ده ساعد قوي الـ يعني مؤسسات الدولة والمجلس الدستوري أنه يجتمع وبالتالي إنفاذ المادة دي، وكان ده ضغط معنوي على الرئيس بوتفليقة أنه يعلن انسحابه من المشهد تماما. يعني الحقيقة فأدى دور وطني كبير جدا في الاستجابة لوفك حالة الاحتقان، وعشان كده جزء كبير جدا من المتظاهرين بدأ متعاطف مع الجيش ومع أحمد قايد صالح شخصيا، وبدأ في شرعية كبيرة جدا للقوات المسلحة الجزائرية في الجزائر لهذا السبب لوقوفها بجوار المحتجين كمان. نعم. في جزء مهم جدا أعطى المؤسسة العسكرية دور ومصداقية هي يعني توجيهها لبعض الاتهامات وإلقاء القبض على شقيق بوتفليقة وبعض رموز النظام الفاسدين ومحاسبتهم وإعلام محاسبتهم، لكن في بعض أخطاء الحقيقة يمكن قللت من يعني تعاطف جزء آخر من المتظاهرين. الخطأين هما الخطأ الأولاني عدم التمسك بعبد القادر صالح بن صالح، مع العلم كان ممكن تجرى انتخابات داخل مجلس الأمة ويتم تصعيد شخصية أخرى زي ما حصل في مجلس الدستوري وبالتالي تنتهي المشكلة، يعني يبقى في شخص انتقالي آخر، فهتلاقي على الأقل 70% من المتظاهرين وافقوا على الحل ده ومن داخل مؤسسات الدولة. نعم. يعني مش جبنا حد من بره مؤسسات الدولة خالص يعني. فلا ده خطأ الحقيقة، يمكن خلى المتظاهرين بعضهم دلوقتي بيحتد شوية على شخص عبد القادر على شخص أحمد قايد صالح اللي هو قائد الجيش. الجزء الثاني برضو من الخطأ انه هو في اثناء المحاسبة مفيش يعني القاء القبض على الويزة حسونة، برضو ده خطأ تم من القضاء العسكري، والحقيقة اعتقد انه لازم هم يفرجوا عنه لانه ده هيزود حدة الاحتجاجات النهاردة، وزي ما حصل امبارح ناس نزلت الشارع لاول مرة الناس في الجزائر تنزل الخميس، كان متعودين ينزلوا الجمعة بس. فده طبعا تطور مهم، فاعتقد انهم هيتراجعوا ويفرجوا عنها لان هي غير متهمة في قضايا فساد وفق كل التقارير اللي بتتقال، بس هي الحقيقة محرضة فقط على التظاهر، هي تحرض طول الوقت على التظاهر ومتمسكة بفكرة الحراك الشعبي وكده. انا شايف التصور والمخرج الوحيد للجزائر في اطار فكرة الحفاظ على مؤسسات الدولة ان يتم التضحية بالبيئات الثلاث المتبقية وتصعيد شخصيات جديدة من داخل النظام للحفاظ على مؤسسات الدولة أيضا والحفاظ على مسيرة التحول الديمقراطي وبالتالي يعني إنفاذ الانتخابات في موعدها يعني في يوليو أو أول أغسطس القادم، مع أنه نفكك بقى الحراك شوية، ما خليش بقى الحراك ده محتد طول الوقت، لأنه الخطورة فيه أنه الإسلاميين يستنفذوا قدرات الدولة وينهكوها، وهو دي استراتيجيتهم زي حصل في مصر 25 يناير لما ندرس كويس جدا تجربة، هل هم قعدوا فترة طويلة ينهكوا قدرات الدولة المصرية الشرطة ويحتكوا بالجيش ويحتكوا بقى الجيش كان يعني حكيم جدا في المسألة دي واحتوى كل الناس وفي الآخر الشعب هو اللي خلص عليهم. احنا مش عارفين الجزائر ممكن يعني الجزائري حضرتك بتشوف مستوى الوعي فيه واصل لأي درجة؟
هو الوعي فيه عالي جدا، لانه الناس من الاول بتقول سلميه سلميه حضاريه، حتى الان ما حصلش اعمال عنف. الخوف ان اللي سامين هم اللي يعملوا اعمال عنف، ده الخوف منه. يعني لو بدا انه اتجه الاسلاميين ان هم لما يطمعوا اكتر في الدوله ويسيطروا على المؤسسات، لا خبرتهم قبل كده دموي، ممكن يتجهوا هنا يعملوا ميليشيات من تحت الارض ويعملوا اعمال عنف ويسقط شهداء وناس تموت. هنا بقى الشارع يحتد اكتر فالدنيا تبوظ ويحصل ندخل في مرحله فوضى بالظبط، زي ما حصل في التجربه السوريه او تجربه قبلها الليبيه. فاحنا مش عايزين ده يحصل الحقيقه، واتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يعني يبقى في اسراع في المخرج لكل الناس اللي دارسين كويس جدا للنظام السياسي في الجزائر ولدولة الجزائرية، بيقولوا لازم التضحية بالبيئات الثلاث وإعلان دستوري سريع يتم فيه تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية والاستجابة للقوى المدنية. ما مش عايزك تستجيب للقوى التانية اللي هي قوى الشر اللي احنا بنسميها في العالم العربي دلوقتي، اللي هي قوى الاسلام المتطرف العنيف. احنا مش عايزين نستجيب. ارجو انه الدوله الجزائريه تخرج بهذا المخرج الاستجابه للقوى المدنيه المعتدله، محاسبه الفاسدين، لانه ده من حق الشعب الجزائري الحقيقه، ومن حق اي بلد في العالم ما يكونش فيها فاسدين، عشان الدوله تتقدم يبقى في نمو اقتصادي والشعب يشعر بالرفاهيه والعداله، لازم يبقى ما فيش فساد، لانه الفساد ده بياكل التنميه. فمحاسبه الفاسدين ده حق الشعب الجزائري وحق اي شعب في العالم، وده كمان هيدي مصداقيه اعلى لمؤسسات الدوله، وفي نفس الوقت تخلي البيئات الثلاث يا اما بالتراضي يا اما باقالتهم من مواقعهم، وده الحقيقه المخرج الوحيد والامن للدوله الجزائريه. بعض احزاب المعارضه اعلنت انها يعني ترفض الانتخابات وتقاطع هذه الانتخابات، راي حضرتك ايه في هذه؟ هم قالوا ايه؟ هم قالوا احنا بنرفضها عشان بوجود عبد القادر بن صالح. طب ما نحل المشكله وبالتالي ناخدهم معانا في صف الدوله وصف مؤسسه الدوله. يعني شخص عبد القادر بن صالح ما ممكن حد تاني يتصعد في الدوله الجزائريه، ففي فعلا في ناس بتطالب بهذا. وانا اعتقد انه احمد خالد صالح، هل هناك اصرار من جانب طبعا في اصرار، مش من جانب الحراك، من جانب الحراك عارفين، لكن من جانب السلطه اصرار على الاشخاص؟ في اصرار على الاشخاص، لانهم هم بيربطوا الاشخاص بالدستور، يقول لك لا هو دلوقتي هو رئيس مجلس الامه ولحظه الشغور تمت في عهده، وبالتالي لازم هو اللي يتولى المرحله انفاذا للنصوص الحرفيه للدستور. طبعا دي رؤيه انا معاها، يعني انا ما عنديش مشكله في انك انت تتمسك بيها، لكن الحراك ما بيستوعبش عاده، بس انت لما يعني المراحل الدستوريه في ظل الثورات بالظبط، يعني بيشوف انه احنا في ثوره ومش مضطر ان انا التزم ب ما هو هو الرؤيه دي بتقول لك انا لا ما فيش ثوره، هي ما بتعترفش في ثوره. يعني رؤيه الـ احمد قايد صالح وعبد القادر بن صالح وبوشارب والمجموعه دي بتقول لك لا ما فيش ثوره، هو في اسقاط للرئيس وتنحيه وشغور رئاسي وبالتالي عدم كفاءته، وبالتالي الاحتجاجات ما لهاش مبرر، يبقى مع سلامه روحوا بيوتكم واحنا هندير المرحله. الشعب نفسه مش قادر يستوعب الفكره دي، يقول لك انا ما خرجتش عن كده، انا خرجت عشان اسقط رموز النظام الفاسده، لان هو بيتهم عبد القادر بن صالح بانه فاسد، بيتهم عبد العزيز بوشهر بانه فاسد بالظبط، فازاي انت هتخليه موجود ويقود المرحله الانتقاليه؟ انا ما عنديش مصداقيه فيه ولا عندي ثقه. هنا المفروض انا شايف انه الحقيقه وكل الناس شايفه انه حتى من جوه الجزائر معظم الخبراء ومعظم المحللين بيقول لك انه عشان انا احل المعضله دي يبقى لازم احل التضحيه ببدوي وتضحيه بعبد القادر بن صالح وتضحيه بوشارب، ودول ثلاث اشخاص ممكن تصعيد، اشخاص جدد ذوي سمعه جيده من داخل النظام للقيام بمهام الاشراف على الانتخابات الرئاسيه. عشان كده المعارضه انسحبت، المعارضه خايفه انه الانتخابات دي تبقاش نزيهه، مابقاش فيها نوع من الشفافيه، مابقاش فيها نوع من الـ يعني المصداقيه، فالخوف انها تزور، ففي ظل ناس اصلا ما فيهمش مصداقيه وناس متهمين بالفساد. فطبعا انا احل المشكله دي ازاي ان الناس دي تمشي؟ هو ده الحل الوحيد الحقيقه حتى نحافظ على مؤسسات الدوله، لانه في سيناريوهات ثانيه. سيناريو ثاني انه الانهاك ده يستمر والمظاهرات تستمر لاطول مدى ممكن، وتزداد سعرتها من بعد يعني نهايه شهر رمضان، وهم اصلا مستمرين في شهر رمضان في النزول، نزلوا الجمعه اللي فاتت ونازلين الجمعه دي ونزلوا امبارح الخميس. طيب يبقى السيناريو ده ممكن يودينا لفين؟ استمرار الاحتقان والمظاهرات والاحتجاجات، ممكن يودينا لسيناريوين اخرين، انه تحصل اعمال عنف ودمويه وبالتالي فوضى.
وبندخل في نفق مظلم زي ما حصل في التسعينات. لا احد في على وجه الارض بيحب الشعب العربي وبيحب الجزائر بيتمنى هذا السيناريو الحقيقة، وانا لا اتمناه بالمرة. السيناريو الثاني انه يبقى انه تحصل تنازلات رهيبة بقى من مؤسسات الدولة مرة واحدة، وبالتالي يقفز الاسلاميين على السلطة في انتخابات هم قادرين على الحشد والتعبئة، هم أقلية منظمة عندهم خبرات في هذا الأمر، وبالتالي يتولوا السلطة. وده أيضا سيناريو اللي أنا أتمناه يعني يحدث في الجزائر. يبقى الحل إيه؟ الحل إن أنا من داخل النظام أجري عملية تغيير مقبولة من عدد كبير جدا، مش شرط الشعب كله، على الأقل أغلب الناس، على الأقل أغلب القوى المدنية إن هي عايزة ده. فده حل الحقيقه. استغرب كثيرا بيد السلطه، يعني استغرب كثيرا الحقيقه انه ما يتجهوش له الحقيقه. يعني طيب ايه المسار السياسي او المسار الدستوري وفق الدستور والقانون غير الانتخابات الرئاسيه؟ لا، المسار اللي انه انفاذ المواد الدستور سواء الماده 102 107 وغيرها من المواد الاخرى، انه بعد ما تم اعلان الشهور عبد القادر بن صالح يتولى السلطه لمدة 60 يوم يعلن فيهم انتخابات رئاسية. نعم. ثم تعقد الانتخابات الرئاسية في يوليو المقبل، وعلى أن يشارك فيها كافة القوى السياسية، بيبقى في نفس الوقت تشكيل لجنة وطنية لتشرف على الانتخابات الرئاسية، ثم يعقب الانتخابات الرئاسية انتخابات برلمانية. ده المسار الدستوري الذي تتمسك به مؤسسات الدولة الرهينة. نعم، من حقهم ان تمسكوا بهذا، لكن اذا كان في اعتراض على بعض الشخصيات ممكن نعمل تعديل داخل نفس السيناريو او نفس الوضع. هو ده اللي بيطالب بيه عدد كبير جدا من الناس للخروج من المأزق، لانه انا لازم ارضي جزء من المحتجين. فالسيناريو ده هيودينا لانتخابات رئاسية في 4/7 المقبل في خلال شهر يوليو. طيب الانتخابات الرئاسية لو شارك فيها 2-3 من رموز النظام السابق، طب ما هتستمر الاحتجاجات يعني، وفي ظل مقاطعة المعارضة، وممكن ما يبقاش فيه إقبال جماهيري على الانتخابات. يبقى ممكن ندخل بقى في تشكيك وحراك شعبي جديد، وتبقى يعني مرحلة أخرى من الصراع والصدام في الشارع. طب وليه؟ يعني الحقيقة أتمنى إنه يبقى فيه حالة من يعني الخروج الآمن للجزائر خلال المرحلة المقبلة بسيناريو من داخل النظام نفسه، وتجديد نظام لنفسه في إطار أيضا الدستور والقانون. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ مختار شعيب، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام والكاتب المتخصص في الشؤون العربية. شكرا فندم. ومشاهدينا الكرام، انتهت هذه الفقرة أيضا من الآن، نلتقي بعد هذا الفصل. We'll be right back.
اهلا بكم في الان. عبر الاف الاتراك عن رفضهم لقرار اللجنه العليا للانتخابات الخاص بالغاء نتائج انتخابات رئاسه بلديه اسطنبول الكبرى واعادتها في يونيو المقبل بالغاء متابعتهم لحساب البلديه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الاعلام التركيه فان اكثر من 75 الف مواطن وجدوا في الغاء متابعتهم لحساب البلديه وسيله للاحتجاج على قرار اللجنة العليا للانتخابات. ينضم إلينا هاتفيا العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. تعقيب حضرتك على هذه الخطوة من جانب السلطات التركية، مسألة التفكير أصلا في فكرة إعادة الانتخابات في بلدية مثل إسطنبول وأيضا الاعتراض من جانب المواطنين الأتراك على هذه الفكرة. هو باختصار هو انقلاب على قواعد الديمقراطية. يعني انتخابات على مدى 25 سنة وبيفوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات في اسطنبول وغير اسطنبول، والمعارضة بتتقدم بتظلمات لا ينظر فيها، بالإضافة لأن حتى السبب اللي المجلس الأعلى للانتخابات ارتكن ليه هو سبب يعني مكرر في الانتخابات التركية، وسواء كان تم تعديل الدستور وتحويل الرئاسي بنفس الطريقة. هي فكرة ان هو عدم توقيع النموذج بالحبر، يعني ان هو النموذج نفسه المفروض فيه توقيع بالحبر كده زي خط ما كانش واضح او ما كانش موجود، وكتير اتظلمت المعارضة من في انتخابات فاز بها العدالة والتنمية سواء انتخابات عامة او محلية او رئاسة او خلافه، ولم يتم النظر لهذه التظلمات. انت اتظلمت بإعادة الفرز، تم إعادة الفرز اكثر من مره. اكرم امام اوغلو كان فارق بفرق 14000 صوت وتم الاعاده، ثم في الاخير تولى يعني استلم صك البلديه ان هو اصبح رئيس بلديه اسطنبول وبيمارس عمله، وفجاه يطلع المجلس الاعلى للانتخابات اللي هو طبعا اللي بيسيطر عليه هم ناس من العداله والتنميه، فيلغي النتيجه ويعيد الانتخابات. اسطنبول فيها 8 مليون ناخب، مش بلديه صغيره. بالاضافه لان طبعا رؤوس الاموال والمثقفين يعني طبعا العاصمه الثانيه العاصمه التجاريه، فانقلاب على الديمقراطيه. والمشكله مش في بلديه اسطنبول الحقيقه، يعني طالما قواعد اللعبه اصبحت هكذا كما يعني صرح نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ان كما يبدو انهم غير مقبول ان يفوز احد على العداله والتنميه، فهتبقى الموضوع في الانتخابات العامه في انتخابات الرئاسه. فنحن نتحدث عن غضب اوروبي من المانيا من فرنسا من الاتحاد الاوروبي، ووصف صريح انه اردوغان حولها الى 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 دوله ديكتاتوريه بدون قواعد ديمقراطيه. اردوغان اللي هو يعني بينتقد الديمقراطيات في العالم كله، ما بيسيبش بلد في الدنيا كلها وبيفخر بان هو عنده ديمقراطيه، هو انقلب على الديمقراطيه. تركيا كان فيها ديمقراطيه من 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 عهد كمال الدين اتاتورك، وحتى لما وصل للعداله والتنميه في 2002 وبقى يعني حزب الاغلبيه، هو انقلب على كل ده سواء بتغيير كل قواعد اللعبه او الزج بمعارضيه في السجن او ادعاء انقلاب عليها حتى يحول كل مفاصل الدوله في ايده، وينقلب على كل وتبقى حتى البلديه رغم ان هو فايز باجمالي الدوائر ب 51% العداله والتنميه، يعني محقق الاغلبيه في كل الدوائر، لكن هو يعني استعصى عليه ان اسطنبول اللي هو كانت مكان او بدايه صعوده للحكم من يعني في يعني كان هو عمده بلديه اسطنبول، وعلى مدى سنوات الى ان وصلوا للحكم عبر الصناديق والديمقراطيه في 2002 واستمروا هكذا سواء في اسطنبول او البلديات الكبرى. فهو طبعا يعني للاسف الشعب بيتظاهر وبيقول ان لا لن تسكت، يعني سنظل نقول لا نسكت وسنظل عليها، يعني كل اليافط بتقول ان احنا وان لا ستنتصر، لا للديكتاتوريه، لا الاطاحه باصوات الشعب برغبه الشعب. حتى عبد الله جول يعني
بيأسس حزبه واعترض. يعني احمد داوود اوغلو يعني اللي هو كان وزير خارجيته والمناظر واللي هو نظرياته كانت هي سبب نجاحهم. هو الحقيقة انه يعني حتى وفق وسائل الاعلام انه التركية انه هناك ايضا يعني فئات كانت تؤيد اردوغان وفئات كانت معه في فترة من الفترات، وهذه الخطوة او مسألة اعادة الانتخابات دي يعني مسألة لافتة للنظر، يعني دعتهم للتفكير من جديد او ربما فقد الكثير من مؤيديه في هذه الخطوة. هو بالفعل فقد عبد الله جول اللي كان رئيس طبعا، وهو من القيادات المعروفه والمقبوله واللي كان يعني احد رفاق اردوغان. احمد داوود اوغلو هو المنظر، يعني هو يعني لو سمحت لي بوقت مش كتير اتكلم على ان صعود العداله والتنميه اقليميا ودوليا كان في نظريات ثلاثة كان سخ أحمد داوود أوغلو، هو من أكبر الكتاب السياسيين يعني في الاستراتيجية في العالم يعني. بالإضافة طبعا لأنه قيادي وكان وزير خارجية لفترة طويلة، اللي هي تسفير المشاكل ألا يصبح هناك مشاكل مع الجيران، العمق الاستراتيجي أن يكون لها عمق استراتيجي أن تكون محاطة بأصدقائها كتركيا، والقوى الناعمة. هما دي تلات نظريات اللي أدت من 2002 إلى يعني وصول العدالة والتنمية لتقارب مع الجيران. بعد ما وصل أردوغان في سنوات حكمه حولها بدل من صفر مشاكل إلى صفر أصدقاء، أصبح بدون أصدقاء، أصبح بدون عمق استراتيجي، استبدل القوى الناعمة اللي كانت مؤثرة في كل المحيط ما في المحيط العربي الى قوى خاشنه في 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 انتهاك الاراضي والسياده السوريه، التحرش بالاكراد في كل مكان. فهو اطاح بكل اصدقائه واطاح بالجميع، وفي الاخر يعني هو جواه فكر كما لو كان رجل اتى من الماضي وليس يعني ان هو عايز يبقى سلطان وتبقى فيه امبراطوريه عثمانيه، وان هو يستعيد انقاض ما يطلق عليه هو انقاض العثمانيه، وانه يعني يصبح قوه دوليه. يعني هو اردوغان يعني انا حاسس ان هو فاضل يطلب حق الفيتو العضويه الدائمه في مجلس الامن، مع العلم تركيا دوله يعني متوسطة لكنها ليس دولة عظمى، يعني انها تطالب هي دولة ربما في محيط ما بين محيط عربي ومحيط اوروبي واسيا الوسطى. فده كان بيتطلب على مدى تاريخ ما بعد العثمانية في عهد اتاتورك وما بعده، هي فكرة بعض التوازنات حتى تكون مقبولة من جيرانها التي تتدخل في شؤون الجيران، اعتمد على قيادات بالفعل نحترمها رغم نختلف مع عدالة التنمية، لكن هو في الاخير هو طلع ان هو الديمقراطيه والافكار الاستراتيجيه اللي ننفذها وعلاقاته بمحاوله ان هو الشخص المقبول عربيا ومقبول دوليا، الشخصيه الاسلاميه الوسطيه، طلع في الاخير لا هو وسطي ولا ديمقراطي، وطلع داعشي ما يفرقش على ابو بكر البغدادي، وطلع يعني زي الفاشيين والنازيين وكل الحركات اللي في التاريخ. هو جماعته على فكره مش لوحده، يعني احنا بس بنتكلم على اساس ان هو رأس النظام، لكن كل جماعه الاخوان في كل حته هم بيفكروا كده، يعني يخدعوا الناس بكلمات محصوله ببرامج طموحه بان الديمقراطيه اذا وصلت اليهم يعني سيحسنوا الديمقراطيه ويعمقوا ممارسه الديمقراطيه. في الاخير هم بينقلبوا على الديمقراطيه، ولو يعني في 1 مايو في اعتقال مظاهرات عيد العمال، وده في كل العالم بيحصل بعض المسيرات، اعتقل 127 واحد. عدد القضاء وضباط الجيش بعشرات الالوف في المعتقلات، وابتدى يشتغل بطريقه المترسيه، اي حد هو هيناقي نفسه يقول لك ده كان منقلب عليا ويرمي به في السجون في معايير لا تناسب لا الاتحاد الاوروبي ولا الاتحاد الافريقي ولا الاسيوي ولا اي مجتمع دولي في الدنيا ان يقبل مثل هكذا التصرفات اللي بتقوم بها اردوغان. نعم، شكرا جزيلا لحضرتك العميد سمير راغب رئيس المؤسسه العربيه للدراسات الاستراتيجيه.
والآن نذهب لعرض عن الأوضاع في تركيا والاحتجاجات التي تشهدها مدن تركيا ضد ديكتاتورية أردوغان وانقلابه على الديمقراطية. نتابع. ذكر حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أنه طلب رسميا إلغاء تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان لأن نفس المخالفات التي يزعم حزبه العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلدية إسطنبول في 31 من مارس شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي. ينضم إلينا الآن هاتفيا دكتور عبد القادر الهواري الخبير في الشؤون الدولية. دكتور عبد القادر أهلا بحضرتك. إذا نتحدث عن هذه الخطوة من جانب أردوغان وأيضا رد الفعل الشعبي عليها سواء كان ببعض الاحتجاجات أو حتى برفض الأحزاب المعارضة لما حدث وأيضا عدم متابعة الصفحة الخاصة بالبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعقيب حضرتك على هذه الخطوة وأيضا الرد الفعل الشعبي. أردوغان يعمل الآن على إلغاء الديمقراطية، ديمقراطيا أصبح أشبه بآلية أو مقصلة لإلغاء الديمقراطية، آلياتها وأدواتها غير الدستور من دولة برلمانية لدولة رئاسية ليصبح هو الرئيس هو الحاكم الفعلي. يتم الآن التلاعب بالانتخابات المحلية خاصة في منطقة عقب دارو، لذلك هو يصر على هذه المنطقة تحديدا بعد أن ورفضت لجنة الانتخابات الإعادة، فتم الضغط عليها وإقصاء بعض الأعضاء منها لتعاد الانتخابات المحلية. الضغط الشعبي، الشعب التركي له تاريخ كبير وتاريخ عريق، ومع مزيد من الضغوط الشعبيه ومزيد من ضغوط الاحزاب سوف يتم ما يصبو اليه الشعب التركي. نعم دكتور عبد القادر، هل حضرتك ما زلت معي؟ طبعا حضرتك اتفضلي. نعم. طيب تعقيب الدول الاخرى على هذه الخطوه، لانه الحقيقه كان في بعض الاعتراضات من الدول الاوروبيه، ربما غضب اوروبي من مساله اعاده الانتخابات، هم بيروا انه مساله اعاده الانتخابات ليس لها اي علاقه بالديمقراطيه. الدول الاخرى للاسف هو بيستخدم عمليه البراغماتيه او المنفعه التكتيكات المؤقته، الولايات المتحده الامريكيه ترى هو معها لمصالحه في تركيا والضغط على الأكراد أو قصد، فبالتالي في مقابل ذلك تتوافق بعض الآراء الأمريكية مع أفكاره وآرائه. بنفس الشيء الروس لديهم كيفية التحرك من أسطولهم إلى طرطوس في سوريا من خلال مضيق البوسفور التركي من البحر الأسود، وبالتالي يميلون الى حد ما في بعض السياسات الداخليه لديه، والاتراك والروس لديهم مصلحه في استمرار اردوغان وليس القضاء عليه اكثر من الامريكان. طيب مساله استجابه اردوغان او استجابه العداله والتنميه بشكل عام للاحتجاجات الشعبيه او حتى للرفض الشعبي من جانب المواطنين الاتراك على مساله اعاده الانتخابات، هل حضرتك بتتوقع اي استجابه، بتتوقع اي رد فعل؟ توقع رد فعل الاحزاب؟ لا، توقعات لاستجابه للعداله والتنميه او لاردوغان، يعني هل هو سيستمر في مساله اعاده الانتخابات وسيستمر في هذه الخطوات الدكتاتوريه ام ربما يعني يقلل من هذه الخطوات ومن هذه الاجراءات نتيجه الحراك الشعبي؟ هو الغى كل السياسات التركيه السابقه الخارجيه والداخليه من صفر مشاكل الى
مشاكل مع الجميع خارجيا وداخليا. هو الآن يعاني من العديد من المشكلات، هو أعتقد أنه لن يرضخ لمثل هذه الضغوط، وسوف تصل مزيد من الضغوط إلى القضاء عليه مع مزيد من الوقت. الأحزاب عليها أن تتحرك في مزيد من الضغوط ورفض ما يحدث في الداخل التركي، لأن هذه الأحزاب لها أدوار دستورية وأدوار قانونية، وما يفعله غير دستوري وغير قانوني ومخالف للدساتير والأعراف والقوانين المحلية والدولية في تركيا وفي الخارج. وبالتالي هو ليس أمامه إلا الاستمرار فيما يفعله، خاصة أن هذه المنطقة كما قلنا منطقته الأساسية ومنطقة قوته ونفوذه في تركيا، مع مزيد من الوقت هتتحول إلى منطقة فيها معارضة كبيرة سوف تنتشر في مزيد من المدن التركية. في حالة ما تمت بإعادة الانتخابات في إسطنبول، هل بتتوقع نفس النتيجة التي حدثت وخسارة العدالة والتنمية؟ أعتقد هذه المرة طالما هناك إعادة الانتخابات وتم تغيير بعض أعضاء اللجنة المسؤولة عن الانتخابات، أعتقد ربما يتم التلاعب بنتيجة الانتخابات. أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر الهواري الخبير في الشؤون الدولية. إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الإخبارية من الآن. على رأس الساعة نلتقي من جديد في نشرة إخبارية مفصلة، ابقوا دائما معنا.